اللي هو يكون مكان أي حدا قادر يكون بهالمكان حابب إنه هو يتطور، يعني مؤمن إنه هو حابب يعمل فن حقيقي لسوريا. أكيد يعني أكيد بتمنى نرجع لسوريا، يعني هاي طلب أي سوري إنه تخلص الحرب بكرة ونرجع لسوريا. أنا ما بفكر أبداً بالسفر برا تركيا حالياً، ما بفكر إنه هذا المكان ممكن ينتقل لمكان تاني غير تركيا. بتمنى هذا المكان إنه يضل موجود هون بتركيا، لأنه السوريين بحاجة له هون، الفلسطينيين بحاجة له هون، العراقيين بحاجة، حتى الأتراك الموجودين حابين إنه يعملوا شيء مشترك مع السوريين من خلال هذا المكان. فهذا حلمي بالمستقبل.